كتير مستنيين، ناس كتير مستنيين، عايزنا ننضم لمين؟ عايزنا ننضم لمين؟ ناس كتير مستنيين، ناس كتير مستنيين. انزل انزل يا محمد، يا محمد انزل انزل يا محمد، يا محمد. مش هنمشي، مش هنمشي، مش هنمشي، مش هنمشي، مش هنمشي، مش هنمشي. هو اسمي وحيد عبد الحكيم عوض الله السيد، امين شرطه. انا بقول له وزير الداخليه احنا تعبنا، حرام عليك، ارحمنا ارحمنا، بقالنا سنه وشهر، بقالنا سنه وشهر عمال رايحين جايين، ارحمنا. ابوس ايديك يا وزير يا داخليه، عملنا ايه احنا؟ غلطنا في ايه؟ غلطنا في ايه؟ كلنا انقطاعات وغيابات وعدم صلاحيه، ما حدش فينا مد ايده وسرق. الناس دي لو سرقت ما كانش حالها كده، ما كانش جم وقفوا هنا كده. حرام عليك بقى، بص لينا، بكينا ولطمنا ليكوا، عايزين ايه تاني مننا؟ عايزين ايه تاني مننا؟ حرام عليكوا والله، عيالنا مش لاقيه تاكل في البيت، والله عيالنا ما لاقيه تاكل في البيت. بنقعد جنب نسواننا بنبكي بالليالي، والله بنبكي بالليالي. يا وزير يا داخليه ارحمنا، ارحمنا، ابوس ايديك، ارحمنا ارحمنا ارحمنا. في مننا اللي عندهم عيال بيتعالجوا مش لاقيين يعالجوهم، ومعانا حريم، حرام، معانا اطفال بتتعالج، حرام، عايزين ياكلوا، عايزين، قاعدين في بيوتنا مش لاقيين ناكل، والله ما لاقيين ناكل، مش لاقيين شغل ولا لاقيين جيش. حرام بصراحه اللي بيحصل فينا يا وزير الداخليه، والله حرام، اقسم بالله. تحسوا بالناس ديت، الناس دي هتبقى بلطجيه في يوم من الايام، لو عيالها ما وصلهاش لهم هيبقوا بلطجيه. والله ما حد هيعرف يلمنا، ما حدش هيعرف يلمنا، والله اقسم بالله، ولا وزير داخليه ولا مشير ولا اي حد هيعرف يلمنا. واحنا ربنا فوق الناس دي كلها، ربنا فوق الناس، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيظلم بني ادم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا محمد يا ابراهيم ما بتدوم، ما بتدوم، والله ما بتدوم. منصور العيسى والطرد زي الكلب، والله الطرد زي الكلب.